وبتاني فقراتنا رح نروح لموضوع ايضا طبي، ولكن يوم هيك حنحكي بموضوع مختلف شوي. في ناس كتير بتحبه، في شيء اسمه الطب التكميلي او الطب البديل. هو هيدي خلينا نقول طب قديم جدا، واذا رجعنا بتاريخيا فنلاقي اكثر المناطق اللي اشتهرت فيه هي الهند، الصين، وفي كتير من المناطق اليوم كون في ناس كتير عم تروح لإله، بالاضافه للمعالجة الطبيب ان كان بالعياده بالمشفى. ولكن عم نسمع حالات كثير اليوم بتقول لك انا رحت لموضوع الطب البديل. شو هو هذا الطب وايمتى نحن ممكن نلجا له، وشو هي اهم انواعه اللي بيحتوي داخل المعالجه ان كان فيزيائيه ان كان تنويم مغناطيسي وغيره؟ اكيد يعني، وفينا نقول مع تسارع التطورات التكنولوجيه على كافه الاصعده كان الطب نصيب من هذا التطور. لهيك اليوم رح نتعرف على الطب البديل كأسلوب علاجي بيعتمدوا بعض الأشخاص لعلاج بعض الأمراض الجسدية والنفسية اللي ممكن يصعب علاجها أو شفائها بالطب التقليدي. وفينا نقول أنه رغم الجدال الواسع والآراء المتفاوتة وصعوبة التمييز بين الطب التقليدي وبين الطب البديل، إلا أنه كثير من الدراسات والأبحاث العلمية أكدت أنه في فوائد للطب البديل، لكن لا يخلى الأمر من بعض الأخطار والآثار الجانبية يلي رح نتعرف عليها اليوم سواء مع ضيفنا معالج بالطب البديل بهجة رياض بعيرة. يسعد صباحك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيكم، انا سعيد جدا بلقائكم. اهلا وسهلا، نورت صباحنا. اليوم عم نحكي عن موضوع في ناس كثير بتهتم فيه، وفي ناس بتقول لك انا سنويا بروح لنوع من انواع الطب البديل. خلينا بدايه وقبل ما نروح بالانواع وكيف اليوم انت عم تستخدم هذا العلاج مع الناس، نشرح اكثر ونبسط المعلومات للناس شو هو هذا الطب. بالحقيقه الطب البديل هو اكبر بكثير من احكي بحلقه او اثنين او ثلاثه، ولكن احاول اليوم معكم بجزء ماهيه الطب البديل الحقيقي. هو الطب البديل الاسم الحقيقي له هو الطب التكميلي، لانه هو طب يكمل الطب الحديث او الطب التقليدي اللي نحن متعودين عليه بشكل عام. فهو اسمه الطب البديل التكميلي مكملا للطب التقليدي او الطب الحديث. طيب خلينا نوضح شو في انواع للطب البديل اليوم. بالحقيقه كمان مصطلح انواع هو مصطلح غير دقيق، لانه بدنا نقول ما هي اقسام الطب البديل. الطب البديل ينقسم للوخز بالابر الصينيه، وهذا شيء معروف على مستوى العالم طبعا، وجود مراكز كثيره للوخز، المعالجه بالاحجار الكريمه، المعالجه بالريفلكسولوجي اللي حاحكي شوي اليوم عنه لانه حابب احكي فيه، في معالجه بكثير امور يعني في بالحجامه في، ولكن هي امور غير مطروقه اليوم كثير مثل المعالجه بالالوان او المعالجه بالحجر الكريم. طيب رح نترك لك المساحه اليوم تختار لنا حضرتك اقسام بالطب البديل او التكميلي لتخبرنا عنهم اكثر. ايمتى حضرتك بتختار هذا القسم وشو هي الحاله اللي انت بتقول انه انا اليوم بدي اروح للوخز بدي اروح لاجراء اخر؟ تمام. الطب البديل او التكميلي في العالم اليوم طبعا بداياته ما فينا الا نقول انه بدايته بدات من بدايه الحضاره السومريه الى الفرعونيه من 7000 او 8000 سنه، 7700 سنه بدايه الطب التكميلي. فنحن بدايه من خلينا نقول بالحضاره الفرعونيه لليوم، الطب البديل او الطب التكميلي اخترت انا شيء اسمه الريفلكسولوجي. الريفلكسولوجي يعني هو ريفلكس اللي هو اختصار لانعكاس، يعني هو اسمه الطب المنعكسات اللي نحن فيه بنمشي بمسارات، يعني مسارات الموجوده بالجسم. يعني انا عندي جسم هو عباره عن اكثر من خط، يعني اكثر من خط، في نقاط نحن بنقولها بوينت لاين، يعني نقاط الخط الميريديان اللي هو ماشي بالجسم. طبعا هذا الخط بيوزع نقاط بجسم الإنسان موجودة على باطن اليد وباطن القدم. وحديثا أصبح في ماب جديد وليد جديد هو على خارطة الأذن اسمها. ولكن هذا بيكون تدخل الوخز في الإبر الصينية، لأنه مساحة الأذن مختلفة عن اليد أو عن رائحة القدم. تمام، خلينا نوضح أكثر شو هي الأمراض يلي ممكن نعالجها اليوم من خلال الطب البديل. سؤال عظيم بالحقيقة. أهم الأمراض اللي نحن اليوم عم نتميز عالميا بمعالجتها هي الامراض العصبيه او الناجيه عن افات عصبيه او الناجيه عن جراحات عصبيه. الامراض بكافه انواع، واهم الامراض الهضميه، امراض جهاز الهضم، امراض التنفسيه، الامراض النفسيه وبشكل كبير جدا. وطبعا هذا موجود بابحاث كبيره جدا وعالميه ولا يبقى اي شك اليها.
بهالنقطه هي تحديدا رح بوجه الشد، يعني كل حدا عنده حاله حرجه، عنده شيء مثلا اصابه عصبيه، عنده اي شيء مثلا، يحاول يتابع ما هي الطب البديل اليوم، شو عندنا جديد بالانترنت، نخصص جزء من وقتنا، يكون في شويه تثقيف لنا نعرف اكثر شو عم يصير بالعالم، يكون عندنا شويه المام. ما هو الحديث اليوم انا عندي مشكله عصبيه، عندي رشفه، عندي شيء اليوم ما عاني منه، طب هذا الشيء موجود من سنوات، ليش انا ما اكون متابعه؟ لأقضي وقتي اليوم كله بس على السوشيال ميديا. فهي نقطه كثير مهمه، انا بحب وجه الصدى المشاهدين لها، واتمنى انها كثير تكون يعني نقطه هامه بال الرسالة اللي أنا بحاول قدر الإمكان أوجهها للأستاذ المشاهدين. طيب أستاذ، هيك اتفقنا من البداية نحن نكون هذا موضوعنا نحكي بشكل أريحي، خلينا ندخل على عيادتك، خلينا افتراضيا أنه نحن دخلنا على مركزك ونحكي عن الحالات اللي موجودة عندك، من شو بيعانوا اليوم الأشخاص اللي موجودين عند حضرتك بالمركز، وشو أهم الإجراءات أو شو هي أنواع العلاجات اللي عم تستخدمها داخل الطب البديل؟ بالحقيقة أنا بلجأ لأهم علاجين، هو الوخز بالإبرة السينية بداية طبعاً مع أي مريض، والوخز بالإبرة السينية بعالج تقريباً نسبة كبيرة من الحالات اللي أنا عم شوفها. مثل شو طيب اليوم؟ يعني عندي إصابات عصبية عم تجيني مثلاً، أحياناً انقراص، أحياناً فتق قناة لبية مثلاً بيكون ناتج عنه آلم شديدة. فنحن عم نعالج هذا الشيء بكفاءات كثير عالية. وبشكل عم تكون نسبة نجاح يعني تصل أحياناً لنسبة 100%. هذا اهم شيء انا بالنسبه لي. ثانيا بلجأ لشيء اسمه الريفلكسولوجي، وهو الضغط على نقاط الطاقه الموجوده بالاطراف العصبيه خصيصا بالكف او خلينا ناخذ مثال هيك من حضرتك. تمام، هلا اذا بتفتحي لو سمحتي افتحي كفك الايسر. تمام، الايسر. بتلاقي انه بالكف نفسه هو خارطه لجسم الانسان. اذا نبلش بالثاني اصبع اللي هو بعد الصبابه تماما، ايوه، فملاحظ انه هو بمس راس الانسان، يبدا الهون المعالجة للآفات مثلا. شو هي الآفات اليوم نحن ممكن تروح حضرتك لحتى أنا فيني أعالج هون المشاكل، أوجاع مثلا صداع، أوجاع الرأس، المشاكل الناتجة عن الإبيليبسي، الصراع، المشاكل فيني أعمل تداخل فيها بهذا الموضوع. تمام، في اليوم ممكن فحوصات معينة ممكن نجريها قبل إنه نحن نلجأ للطب البديل، مين المسؤول اليوم إذا أنا بدي أختار هذا النوع من الطب، بقدر أنا أختار المعالج؟ من الصعب انه انت تختاري اليوم معالج، لانه انا بشك انه انت يكون عندك المام كبير او المام لدرجه تسمح لك انه انت تختاري المعالج تبعك الصحيح. اليوم القصه يمكن بدها المام اكثر، ثقافي اكثر بهذا الطب، اطلاع اكثر، معرفه اكثر. خلينا نرجع معك بس للابر الوخز الصيني. صدري. وشو الطريقه اليوم تستخدمها؟ يعني نحن بنسمع في ناس كثير ما انا مجربتها يعني، او ما عندها مثل ما قلنا ثقافه انه انا اليوم فوت احضر فيديو كيف تنعمل، في ناس قلبهم ضعيف ما بحبوا هاي القصه. شو هي الطريقه اليوم استاذ بتتبع؟ بالحقيقه الوخز الابر الصيني هي احد انواع العلاجات التي استخدمت من 7000 عام تقريبا بالصين، وكانت نتائجها مذهله بكافه المعايير. وطبعا هلا فينا باي دول اوروبيه نلاقي مراكز متعدده. طبعا مره ثانيه بموضوع الوخز بالابر الصيني اللي هو الاكيو بريشر. اكيو بريشر يعني هو الوخز على نقاط حساسه بجسم الانسان، اللي هي مثلا بتمثل لي النقطه مثلا منطقه لنقول العمود الفقري. تمام. لنقول منطقه المعده، لنقول منطقه الكبد، كل منطقه هي بتمثل لي اياها نقطة موجودة على الخارطة على اليد أو القدم. تمام. كمان فينا نقول إنه يمكن من علاجات الطب البديل علاج بالأعشاب، إن كان أكيد. بالبابونج، بالنعناع، بالزعتر، هدول الأمور خلينا نوضحها قديش مهمة وقديش فعلا بتعطي نتيجة. بالحقيقة الطب البديل من الأقسام المهمة فيه هو المعالج بالأعشاب. طبعا في أمراض كثير اليوم هي أمراض العصر اللي فينا نقول عليها، الأمراض العصر هي ممكن علاجها بأعشاب، لكن كل مرض في له عشب معين يعني. يعني احنا اليوم عندنا مريض مثلا مصاب بالمعده، فنحن نصف علاج معين، نوع من الاعشاب معينه وليس بشكل اختياري. تمام، وهي نقطه كثير مهمه. يعني بينزل الشخص عند العطار فبيوصف اي وصفه، هذا غلط، بده يكون شيء هو يتناسب مع الحاله اللي هو فيها. طيب ايمت الشخص باليوم بيلجا للطب التقليدي البديل؟ ايمت بيقول انا اليوم بدي زور المركز؟ اليوم بسبب عدم الثقافة أو عدم المعرفة الكافية اليوم بهذا الموضوع، فنحن حنلاقي إنه النسبة كثير قليلة بسبب إنه أنا ما عم بمشي مع الطب البديل شو هو اليوم اللي وصلت. ولكن غالبا هي الإصابات العصبية، وغالبا هي الإصابات الهضمية هي أكثر شيء اللي عم نشوفه.
يعني اكثر الحالات بنشوفها استاذ هي الحالات العصبيه والام العمود الفقري. في حدا من الكنترول عم يسالنا القرحه بالمعده، هل ممكن اليوم يكون لها علاج؟ هو بيكون علاج طويل الامد شوي ولكن فعال الى اليوم. شخص بكم جلسه بحاجه؟ هذا بيتوقف على العمر، بيتوقف على الشخص، يعني شو هو الشخص امامي اليوم، وزنه، طوله، عمره، هذا الشيء بناخذه كثير باعتبار بموضوع الطب البديل. تمام، يعني حاولنا نركز على الايجابيات هذا نوع من الطب البديل او التكميلي، خلينا نحكي عن السلبيات. بالحقيقه دائما هذا السؤال يسال بكل بكل مره، ونحن يعني اجابتنا هي بتكون نفسها. اليوم الطب البديل لا يوجد فيه اي شيء اسمه سايد افكت او اي تاثير جانبي بالحقيقه، لانه نحن لا يعني لا نستخدم مع المريض اي ماده كيميائيه. الشيء الاهم انه انا ما بعطي المريض اي دواء له كيميائي او اي دواء له تاثير جانبي او اي معالجه ممكن تعمل سايد افكت للمريض، فهو امن بنسبه 100%. هلا مساحتنا هيك اليوم ضيقه شوي، اكيد انه وقفات بصباحات ثانيه ولقاءات اخرى، يا ريت هيك ناخذ امثله حيه، يعني يكون معنا شخص نقدر نطبق على الهواء. اليوم نحن عملكم من خلال هذا المركز كيف عم يتم، يعني بالنهايه هي نشر ثقافه الوعي عند الناس، انه نحن كون نحن عم نحكي بعلم قديم هو ما انه محدث اليوم نحن عم نشتغل عليه، تاريخ عم نحكي عن تاريخ قديم. بدنا نشكر حضورك لليوم. انا بشكركم وبشكر ضيف، يعني شكرا لك. شكرا كثير. اهلا وسهلا.